كان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس في كل شيء، فهو الإنسان الكامل الذي أدبه ربه وجمله بكل المحامد والفضائل. وكان من جملة أخلاقه الشريفة أنه كان دائما في خدمة أهله، فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لخير الأهل. تروي السيدة عائشة تقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حول هذا الحديث الشريف تدور حلقة اليوم من برنامج نبي الرحمة، أسعد فيها معكم بصحبة العالم الجليل الدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم دكتور أيمن. أهلا وسهلا دكتور عاصم والسادة المشاهدين لقناة الناس. أهلا دكتور أيمن. سيدنا رسول الله دكتور أيمن في هذا الحديث بين معيار مهم لخيرية الإنسان، فما هذا المعيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث فيه قانون للخيرية، أو معيار لخيرية الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يقيس مقدار الخيرية الموجودة بداخله، ففي هذا الحديث يستطيع الإنسان أن يعرف هل هو إنسان فعلا خير أم أنه إنسان ليس بخير. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يكتشف الخيرية الموجودة بداخله فعليه أن ينظر إلى هذا المعيار وإلى هذا المقياس، وهو أن يكون خيرا مع أهله. أن يكون الإنسان كويس في التعامل مع أهله وموصوف بالخيرية، يعني هو دايما مصدر خير، مصدر أمان، مصدر رحمة، مصدر حب لأهله. والأهل هنا في هذا الحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به أهل الإنسان اللي هم أقرب الناس إليه أولا، اللي هم الوالد والوالدة، الأولاد، الزوجة، كل دول هم أقرب ناس للإنسان. بعد ذلك بقية الأقارب، الأصول والفروع، وبعد ذلك الأقارب، أقارب الإنسان. فدائما الإنسان اللي هو بيبقى خير تجد أنه دائما مصدر إشعاع للخير في كل أقطاب العائلة والأسرة الكريمة. دائما تلاقي أن الخير دائما نابع من هذا الإنسان، هو منبع خير ومنبع رحمة، منبع دلالة على الخير، منبع دفع للشرور عن هؤلاء. ولذلك ربنا ينادي على أهل الإيمان يقول: يا أهل الإيمان قوا أنفسكم هذه النار، يعني ابتعدوا عن هذه النار، وانصحوا أهلكم أن يبتعدوا عن النار، أي أن يفعلوا الأفعال التي يمكن أن توقعهم في عذاب الله سبحانه وتعالى، يعني بعد أن ينصح الإنسان نفسه من خلال التوجيه والإرشاد والنصح، من خلال التوجيه والإرشاد والنصح، أن يكون الإنسان ناصحا أمينا على أهله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما بينا قال: خيركم خيركم لأهله. إن الإنسان دايما لما يبص لمفهوم الخير، مفهوم الخير ده مفهوم واسع جدا جدا جدا. إن الإنسان لا يقصره مثلا على النصيحة الداخلية في أمور الدنيا، لا، الخير مفهوم واسع يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة. فالإنسان دايما يحافظ على أهله ودايما ناصح ليهم، يعني مثلا لو وجد إن هناك نوع من التقصير في أي عبادة من العبادات أو أي طاعة من الطاعات، أو الإنسان من أهله أو في أي واجب من الواجبات أو التكليفات الشرعية كالإنفاق عليهم مثلا، هذا الإنسان لابد أن يكون الإنسان ناصحا، وأن يكون الإنسان داعيا للخير. أيضا لما يجد أن في أخطار تتهدد هذه الأسرة وهذا البيت، أن الإنسان ده يحول بين هذه الأخطار وبين أن تصل إلى هذا البيت. طول ما الإنسان بهذه الصورة والناس يشهدون لهذا الإنسان بهذه الخيرية، وأن هذا الإنسان فعلا أصبح هو الإنسان الذي دائما نظرة العائلة إليه، الأصل يا مولانا أن يشهد له أهل بيته. نعم طبعا، يعني الناس دي مرحلة تالية، لكن أن يشهد له أهل بيته في البداية أنه على خير، وأنه يحسن إليهم، وأنه يتعهدهم بالنصح والرعاية والإرشاد. الإنسان ممكن يتجمل خارج البيت، بالضبط، لكن في البيت الإنسان لا يستطيع أن يتجمل طول الوقت. صحيح. فلذلك السيدة عائشة لما سئلت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أخلاقه، وشفت لما يسألوا السيدة عائشة، يعني بسألوا التي خالطته والتي عاشرته والتي عاشت معه في كل أوقاته وفي كل أنفاسه، فتقول: كان خلقه القرآن. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل البيتي وفي تعامل الأسرة كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بأخلاق القرآن التي أمرت أن يتعامل الإنسان بالمعروف. ربنا بيقول: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف هي دي كانت خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أهله.